يوم 18 و19 يناير في الجامع. الحقيقة هذا العام هختم من الزمان في البحث العلمي والتعليم الطبي وثورات علمية حقيقية. إن شاء الله هيكون هناك الكثير من ما سيعلم عنه في خلال المؤتمر. علامات المناعة من الأورام القوة الرابعة لمقاومة الأورام بعد الأداء الكيماوي والهرموني والمهجر. خطوط استرشادية للعلاج المناعي للأورام بين الجمعية العالمية للعلاج المناعي للأورام HIPC، الجمعية الدولية للأورام GIPS. تجهيز استخدام العلاج المناعي لمن من المرضى في أي خطوط من العلاج، خط أول، خط ثاني، خلافه. العلاج الهرموني للأورام، علاج الأورام في صغيرات السن، العلاج الموجه للأورام في أورام الثدي وأورام الرئة، والخطوط الاستشفائية للوقاية من السرطان في منطقة الشرق الأوسط والشرق المتوسط. الحقيقة هذا المؤتمر سيكون هناك حوالي 75 عالم أجنبي من مختلف أنحاء العالم. الحقيقة هيكون هناك حوالي 6 جمعيات دولية مشاركة في المؤتمر: الجمعية الأمريكية للأورام الأسو، الجمعية الأوروبية لجراحة الأورام الأسو، الجمعية المدرسة الأوروبية للأورام الإيدو، منظمة الصحة العالمية